نجمة تيفي قريبة منكم مضوية في عيونكم. المراكشيين هو باش غادي يمكن يعود عليهم هذا المؤتمر، واش كاين شي نفع من المؤتمر ولا لا؟ غادي يكون نفع ان شاء الله على المستوى، اولا على مستوى البلاد والعلاقات الدولية خاصة مع افريقيا، هذا شيء ثابت والرئاسة المغربية تتعمل في هذا الاتجاه. فيما يخص مدينة مراكش فهناك واحد مجموعة المشاريع، احنا الان وزارة البيئة، وزارة أخرى، وزارة الداخلية، الجماعة ديال مراكش الحضارية والولاية في طور إنجازها باش نخليو مراكش إن شاء الله تجي في حلة جديدة لا للمراكشيين ولا للزوار، لأن حنا تنوجدوا الزوار الأجانب. ومن ضمن هذه المشاريع هذه كاين الإنارة باللاد، كاين إعادة الهيكلة ديال بعض الحدائق ديال مدينة مراكش، كاين كذلك النقل النظيف لأنه تم غادي يتم اقتناء حافلات كهربائية، كاين كذلك ديزيكو كارتي بعض الأحياء اللي غتولي أحياء إيكولوجية بحال الرميلة مثلا، كاين واحد المحطة شمسية اللي غادي تحط هنا إن شاء الله قريبا حدا مراكش في الخرجات مراكش، وغادي تزود بالطاقة الكهربائية هذه الحافلات الكهربائية. كاين كذلك تكلمتي عليه الان المركز ديال النفايات، محطة النفايات ديال مراكش تعاد دابا الانشاء ديالها، وغادي تنتج هذاك البيوغاز اللي غادي يعطيك هذيك الطاقة الكهربائية. مجموعة مشاريع وكذلك التزيين ديال مدينة مراكش، يمكن مشاريع مهيكلة، كاين مشاريع اللي هي للتزيين ونخلقوا فضاءات ترفيهية في مدينة مراكش، هذه كلها غادي تبقى لمراكشيين ورا الكوفنت ان شاء الله.